طمني عنك أخي. والله ما بعرف كيف بدي يكون مجاهد. أنا مثل الطفل اللي انكشفت كذبته، من جهة أنا ندمان، ومن جهة تانية عم حاول خبي خجلي. شو قال لك النائب العام؟ ولا شيء. أنا حكيت له اللي صار وقال منشوف. خبرته عن موقع المكان. إذا لقوا شي دليل بيتصلوا فيك. إيه هيك قالوا لي. حافظ، أنت أوعى وأعلم مني يا أخي. أستغفر الله. يا ريت لو سلمت للعدالة لما مسكتها يا أخي. يا ريت هالشي يا مجاهد، يا ريت. أكيد في خير من ورا هالشي، أكيد. عكلن صار يلي صار، خلونا نطلع من حالة الحزن يلي نحن فيها. إيه؟ مليت كتير وروحي رح تطلع مني. ماشي منطلع من حالة الحزن، بس شو الطريقة؟ مشي عملية يا أخي. الاشتباك كل حياتنا. أنا لما مل كتير برتاح لما اروح على شي مهمه، هيك لما نتجول بالجبال. وانا حامل باروتي بايدي، يا عيني بحس وقتها بالسعاده. لو قد بحمل شنطه العتاد، ما بتصدقوا قديش بحسها خفيفه. انتو مو هيك؟ لا ابدا. غريب. أنا قلت لكم هالشي ماله طبيعي، أنتوا ما كنتوا تصدقوني، هالرجال ماله طبيعي وضعه ميؤوس منه. مين ما صدقك؟ شوفوا هالغير كمان، أنا كنت عم ربي أفعى بحضني. لا العفو أخي، يعني خلص اسكت. هي أمي. هالولد مدلل أمه، ما بزعل منه، بحبه كتير. انتو لساتكم نايمين؟ ما حدا يضل بتخته، يلا قوموا بسرعة، استعدوا فورا. تحت أمرك حضرة الضابط. قوموا بسرعة لشوف، استعداد؟ يلا لشوف. تحت أمرك سيدي. تحت أمرك سيدي. جاهزية عالية. يلا عاشي. شو القصة؟ خير؟ طالما فيقنا بهالساعة معناتها ما في خير. جاهد؟ فضل الله، يلا قوموا بسرعة لشوف. شو هاد يا ابني، انت هيك بتنام؟ ايه هيك سيدي. ليش الكل بيستغربوا؟ انت مو هيك بتنام؟ خلال 5 دقايق بتكونوا مزروعين بالساحة بكامل العتاد. 4 دقايق و59 ثانية، 58، 57، استعداد فورا. انا بنام بالبدلة مشان هيك يوم يا اخي، بس ما حدا بيتعلم مني. من شان الله ماني ناقصك، رح اتاخر. في حدا بيحب يسأل عن سبب هالاجتماع؟ اجتمعنا مشان تتذكروا الشغلات يلي نسيتوها. شو الشي يلي نسيتوه؟ حدا بيعرف يا ترى؟ انا رح اقلكن. نسيتوا انه هون اهم كتيبة قوات خاصة تابعة للقوات المسلحة التركية. نسيتوا انه اخترناكم بشكل خاص. شو ما كانت الظروف يلي بتواجهوها، نسيتوا كمان انه ما لازم تتحركوا ابدا على هواكن. حطوا هالشي بروسكن.
تعرفوا انه وقت اللي بتتحركوا على هواكم لازم يكون في تمن، وهذا التمن ممكن يكون غالي كتير لدرجة انه ما تقدروا تدفعوه. اي واحد بيغلط الكل رح يدفعوا التمن كلياتكم. انتوا نسيتوا الاخوة والوحدة والاتحاد كمان. والاهم من كل هاد نسيتوا معنات البدلة يلي انتوا لابسينها والخوذة يلي على روسكم منشان ترجعوا وتتذكروا هذا الشيء. انتوا رح تروحوا مهمة رح تكون رحلة صعبة كتير. الله يكون بعونكم. تسلم. نحن منضل بشر، يعني أحياناً منغلط وأحياناً منبكي. طبيعي إنه نضعف قدام مشاعرنا، نحن بشر فعادي إنه نحس بالضعف وكأنه واقفين على طرف الهاوية. جربنا وعشنا كل المشاعر لهاللحظة، نحن ما بنعرف نعيش وحيدين. صعب إنك تأمن أي حدا على روحك، صعب إنك تعتبر روح أي حدا أعز من روحك، بس بالأخوة الحقيقية في هيك شيء. كل خطوة منخطيها وكل نفس منتنفسه هو واحد، ودائماً إيدينا بإيدين بعض. كلياتنا عنا قلب واحد، غلط أي حدا منا هو غلطنا كلياتنا، وروح واحد منا هي روحنا كلياتنا. أحياناً منتعب ومنواجه كتير مشاكل، بس ما منخاف ولا منستسلم، منضل جسد واحد وقلب واحد، وقد ما كانت الحواجز كبيرة منكون أكبر منها. كتير منوقع بس فوراً منوقع، ومنوقع كمان بس ما منضعف ولا منستسلم بالمرة، لأنه كل ما وقعنا وقفنا منصير أقوى. الأعداء ما بيخلصوا وغدرهم ما بيخلص، ونحن كمان ما نخلص، منموت بس منولد من جديد. بالتأكيد منعرف شو هو الخوف، بس ما منخاف على حالنا، نحن منخاف على أخواتنا، منخاف على الأشخاص اللي منحبهم، وهذا هو الخوف اللي بيعطينا القوة والشجاعة. الصداقة والأخوة والوحدة والعهد اللي بيناتنا أكتر من مجرد كلمات بالنسبة لنا، لأنه هنن القيم اللي بتخلينا عايشين. هدول القيم بيخلونا واقفين دائما بالرغم من كل المصاعب، هن اللي بيخلونا نتعلق بحياتنا حتى بأصعب الظروف. استناد لا تضعف. عم تصرفوا مثل النسوان. هي القيم اللي بتدفي الدم بعروقنا. نحن أخوة بالدم وأخوة بالسلاح، منحارب مشان الوطن. ما في مجال للخطأ بنوع، بس إذا غلطنا منعرف كيف ناخد درس من الغلط، ومنعرف كيف نفيق إذا كنا نايمين، ومنعرف كيف نولد من جديد.
منصير أقوى وشجعان أكتر وأخوتنا بتقوى لما نولد من جديد. سيدي ليش حاسس حالي كتير منيح؟ معقول يكون عم بحلم؟ كلياتنا صرنا أفضل لأنه بهالاختبار ذكرونا أنه نحن بالقوات الخاصة. أنا ولا مرة شكيت بقدراتكم لهذا اليوم. هالاختبار بس كان للتذكير من شان تطهروا أرواحكن وتنظفوا عقولكن وتصفوها ومن شان تقوى أجسادكن أكتر والأهم من شان ما تنسوا سبب وجودكن بالجيش. واضح على وجوهكن إنه هالاختبار جاب نتيجة. دائما كنت فخور فيكن وهلا فخور فيكن أكثر. تسلم. اسمعوا يا شباب، بدي أحكي لكم معلومة سرية. أكيد عم تسألوا حالكن كيف الضابط يافوز رجع بعد ما سرحوه من الجيش، بس قبل ما أحكي لكم شو السبب لازم تحافظوا على هذا السر بأرواحكن وبتوعدوني إنكن ما تحكوا لأي حدا. نوعدك حضرة الضابط. لهاليوم يا شباب أعدائنا جربوا كل الطرق من شان يقسموا بلدنا، وبنفس الوقت لما هن كانوا عم يزرعوا رجال تابعين لإلهم بيناتنا نحن قدرنا كمان نسرب رجال جواتهم ونجحنا بهالشي. وبس القادة يلي بيعرفوا بهذا الموضوع، وأنا من جديد عرفت، وأنتوا يا شباب صار ضروري إن كنت تعرفوا هالمعلومة كمان. أبونا الضابط يافوز كراسو هو بطل مانو خاين، ما فهمت عليك سيدي. الأغا اسمه الحقيقي حميد كراسو، هو استخبارات وعم يشتغل لصالح دولتنا. سرب جوات الإرهابيين منشان يخدم وطنه. أبولا يافوز تخلى عن زوجته وعن ابنه كمان وعن قرايبينه وعن كل حياته منشان يخدم الوطن. يعني الشيء اللي لازم تفهموه انه هو شال قلبه وطلعه من مكانه. نحن عائلة وكلياتنا اخوة فريق واحد، وهالمعلومة هي ما راح تحكوها لأي حدا وراح تروح معكم للقبر. مفهوم هالشيء؟ تحت امرك حضرة الضابط.
سيدي؟ الضابط يفوز. ما بتصدق قديش فرحت. ما حدا بيعرف شعوري هلأ، لساتني مصدوم. أخيرا سيدي، كان في حمل قد الجبل على كتافك، بس الحمد لله راح وارتحت. تماما هيك يا حافظ، معناتها هذا هو السبب اللي كان يخليه يحمي الضابط يافوز والأشكال الورقية. الحمد لله أحلى خبر سمعته من زمان. أساسا لو كان رجال مثل أبوه الضابط يافوز خاين وإرهابي لكنت ما عاد صدقت علم المورثات يا جماعة أبدا. بس في عندي سؤال حيرني. والضابط كورهان ما مات، هاي لعبة من أبي. والله حلال على الأغا، خدعنا كلياتنا. يا هيك المخابرات يا بلا. قالوا نعم سيدي، رصدنا حركة بالمنطقة الشمالية برات الحدود. رجال جولاق استقروا بمكان هنيك، ومساعده الأول لجولاق معهم. طيب حددوا لك وين المكان بالضبط؟ ايه سيدي، بعتولي الموقع بالضبط. تمام، أنا رح أبعت الفريق فورا. في تطورات جديدة سيدي؟ رجال جولاق ظهرت تحركات غريبة لقلوا اليوم بالمنطقة الشمالية للحدود. استخباراتنا حددت المكان، وفي احتمال مساعد جولاق يكون هنيك. إرهابي على مستوى عالي. ايه تماما، إذا لقينا هذا الرجال منكون قطعنا إيده اليمين لجولاق. بالضبط، صحيح. أنتم ناح هلا؟ إذا كنتوا كتير تعبانين فيني أبعت فريق تاني. بالعكس نحن مناح ومثل الإسباع. نحن انولدنا من جديد سيدي. ممتاز، لكن تحركوا بسرعة يا شباب، وأنا رح كون على تواصل معكم من مركز العمليات. تحت أمرك حضرة الضائر. الله يحمي. سيدي هنن كانوا هدف سهل كبير. أنا متأكد إنه في إلنا وراء النص. هلا بتطلع ريحته. إيه رد. نعم أمي. ها من شوي عم بتصل فيك وما عم بوصل لك. لوين بدنا نروح يا ابني؟ ما فهمت عليك، ليش أنت وين هلا؟ نحن بكربايير يا روحي. بالحقيقة هلا وصلنا. اسمع، زوجتك المستقبلية ووالد زوجتك وحماتك كمان، قصدي قول أمك وأبوك كمان، اجينا لعندك مشان الخطبة. شو هذا اللي عم تقولي؟ عم تمزحي مو هيك؟ لا مو أنت حبيبي، هداك اليوم قلتلي إنه ما فيك تجي وإنتوا تعالوا لعندي، وهي نحن اجينا على كربايير. شو هذا اللي عم تحكي أمي؟ أنا حكيت مجرد حكي، بعدين إنتوا معقولة تساووا لي مثل هيك مفاجأة؟ اسمع ابني، بالأول لا ترفع صوتك على أمك، وإنت قلت لي نجي على كربير. أنا عطيتهم للجماعة وعد، أنا ما بتراجع عن وعدي، فهمت؟ هلأ نحن رح نطلب البنت هالليلة، ماشي؟ ها رح أخذهم وروح على الفندق، وإنت دبر شي مكان مشان ننهي هالموضوع المسا، اتفقنا؟ آخ يا أمي، آخ يا أمي. ماشي. أنا قلت لك بيكون عصب كتير هلأ. لا ما عصب أبدا، بالعكس لو سمعتي صوته طار من الفرح وراح فورا ليخبر الضابط. ليش زعلت أمك يا غر؟ ما بتستحي على حالك؟ بترجاك سيدي ساعدوني، وقعت بمشكلة، شو بدي ساوي هلأ؟ شبك فضل الله، شو الموضوع؟ بالحقيقة أمي وعدت الجماعة أنه راح نروح نطلب سوق. أنا مزحت معها وقلت لها ما بقدر إجي لعندك، وتعالوا انتوا على كربايير، وهنا نجوا لهون مو هي؟ هذا اللي صار بالضبط. انا ما توقعتهم يساووها. يا غر والله انت اسم على مسمى. غر وغبي. انت ما سمعت بالعادات والتقاليد اه؟ ولا بتعرفهم؟ قديشك طلعت غبي وما بتفهم؟ انا كنت عم بمزح يا اخي، بس امي صدقت. ليش بمزح هيك مزحة مع الام؟ الامهات بياخدوا كل شي جد. يا عيب شوم عليك، بدل ما تروح على بيتهم بتخلي البنت وأهلها يروحوا لعند رجليك؟
بحياتكم سمعتوا بهيك شيء؟ تعرفوا انا برايي حلال عليها الحركات بتاخذ العقل. برافو عليك فضل الله، لا تزعل. استغفر الله العظيم. اسمعوا، بتشوفوا بكره رح يخلي البنت تساوي العرس ورح يصير لقبك المجنون مثل مجاهد. انتوا ما صدقتوا تلاقوا موضوع تتمسخروا عليه. عملكم الجماعه اجوا، شو بدي ساوي؟ طيب انت اهدى شوي منحلها. والله جد؟ ايه طبعا، ولو طالما اجوا على كربائير شو بدنا نساوي؟ نحن مجبورين نساوي الخطبه هون. الله يخلي لي اياك يا سيدي. ما حلوه امدحه لاخي قدامكم، بس لا يغركم انه وشه طفولي، هو مثل آلة الموت، ما في بقلبه رحمة. لو كنت تشوفوه بالجبال ولا بساحات الحرب يلي كنا فيها، دائما بيفترس الأعداء مثل شي وحش. يعني مجاهد قصده يقول انه هو حساس وقلبه رقيق. ايه بالضبط. تتذكروا لما زرع القنابل وقتها؟ لحظة، هو قصده يقول انه في مرة عملنا حفلة مشاوي وفضل الله صولنا ياهون وكان الأكل بياخد. لا يا أخي، شو حفلة مشاوي؟ مجاهد اسكت بقى يا مجنون. ايه القهوة اجت اخيرا، تفضلوا. ساوي شي. شبكن يا جماعة، ما في شي غنية لنرقص ولا نحن قاعدين بعزة؟ ها؟ اذا بتحبوا انا بروح وبجيب البزق نعمل جو. يا حبيبي يا أخي، هي حفلة خطبة بلا ما تزعجنا بالأغاني الحزينة اللي بتعزف على البزوق. مو وقتها، في أغاني خاصة لهالمناسبة. أي طيب مثل ما بتكون. لا ترد علي. لا تزعل، بمزح معك. طيب رح حط شي غنية. يلا يلا يلا.